تواصل يستمر انطلاقاتنا تستمر في هذه الأشواط المسائية لتبدأ أشواط المشتركات بعشرة أشواط بدايتها من الكيلو والنص وصعود من كيلو 200 حيث أعلنت انطلاقة شوط القعدان بعدما تابعنا ملاقة لمعضد بن هويدن الاكتبي سجلت 2:07 انطلق شوط جديد للقعدان الطيار أحمد بن راشد النعيمي ولكن غير أيضا عزام عبد الله بن حمد الكحبي بدأ يستلم مقدمة هذا الشوط المركز الثالث من الجانب الآخر من يتقدم ويتواجد هناك أيضا مشاهدين الأعزاء في هذا الانطلاق شعار سيل بن خيرات العامري مع وجود الكايد وتغيير جديد من مسامح راشد بن جوهر بن كلبوت يتقدم بوجود وانطلاقة مسامح في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع الكبير والانطلاق المسائي المميز من خلال وجود هذه النوعيات المنطلقة الحاضرة بأرضية هذا الميدان هذا مسامح راشد بن جوهر بن كلفوت الشامسي من يقدم صاحب العوايد من يقدم صاحب الانجازات لينطلق ايضا على مقدمة هذا الشوط وصل ايضا هناك مشاهدين الاعزاء الغزال خليفة بن احمد بصايق المزروعي والكايد سيل من خيرات العامري يتقدم في هذا الانطلاق منافسة قوية انطلاق قوي ومثير بالابداع الكبير هذا الغزال غير الى المقدمة عادته الى صدارة هذا الشوط لياتي بالمركز الاول ليحتل المقدمة وكايد بن خيرات الكايد لسيل بن خيرات العامري بدأ يحتل المقدمة وينطلق مع الصدارة بهذا الانطلاق والابداع القوي والمثير في الامتار الاخيرة الكايد لسيل بن خيرات العامري يبدع بانطلاق المميز في اللحظات الاخيرة ولحظة وصوله في الشوط الرئيسي للقعدان ثانيا الغزال خليفة بن احمد بالصايق المزروعي ثالث ثاني مسامح راشد بن جوهر بن كلفوت 2:12 ثانية التوقيت الزمني